فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المبتدأة أو الناسية لعادتها ولا تمييز لها، فإن حيضها من كل شهر 6 أيام أو 7. المبتدأة أو الناسية لعادتها ولا تمييز لها، فإن حيضها من كل شهر 6 أيام أو 7. هل هذه الأيام تكون من أول الشهر أو من وسطه أو آخره؟ تكون من آخر الشهر، الغالب أن المرأة تحيض في آخر الشهر. نعم، إذا كان من عادتها أو عادة نسائها أنها تحيض أول الشهر هي تتبع هذا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.